مانيش باش نعطي حتى وصف الوثائق باش تحكي تواتر تقصير ليكم انتم الكلام وكيفاش ان وزاره الداخليه كان بامكانها تفادي اختيال الشهيد شكري بالعين وبالتالي ضرب اي امكانيه للعمليات الارهابيه اللي جاءت بعد الشهيد شكري بالعين ان منطقه الامن بولايه الوطني بولايه باريان المدينه تلقت على الساعه 7:35 دقيقه صباحا من يوم 23 جانفي 2013 اتصالا هاتفيا من احدى موظفات فرع بنكي بالمنزه السادس مفاده انها بوصولها الى مقر عملها لفت انتباهها تصرفات مسترابه لشابين يمتطيان سياره نوع بولو تحمل الرقم المنجمي 1488 تونس 98 ان رئيس منطقه الامن الوطني باريانا المدينه قام في نفس اليوم بالتعرف في نفس اليوم اي 23 جانفي 2013 يعني تقريبا 15 يوم قبل اغتيال الشهيد بصاحب السياره بكونه مروان بالحاج صالح من قبل مختلف القيادات الامنيه التي تلقت تحرير منطقه اريانا وهي المدير العام للامن العمومي انذاك اللي هو مدير العام للامن الوطني الان سي وحيد تجاني مدير الاداره المركزيه للعمليات قاعه العمليات زهير الصديق رجل نهضة بامتياز في وزارة الداخلية زهير الصديق ومدير إقليم الأمن الوطني بإريانا آنذاك محمد اللجمي لو فامو ومدير إقليم الأمن الوطني بكرتاج لو فامو مصطفى بن عمر مدير العام الأمن العمومي الآن ومدير إدارة الشرطة العدلية مراد صدام نحكيو عليه من بعد يجعل مسؤوليتها قائمة في اغتيال الشهيد شكري بالعيد وما عقبه من أعمال منذ تاريخ تقرير أريانا في 23 جانفي 2013 يتأكد مرة أخرى غياب الرؤية الأمنية الواضحة والدقيقة لدى هذا المسؤول الأمني في معالجته للملفات الأمنية الحساسة ما غفل المدير العام عن كشفه لماذا لم يعرف بالجهة الليبية التي أشرفت على استقبال وتدريب وتسليح قيادات انصار الشريعه وقواعدها. هل تعمد المدير العام الامن العمومي عدم الكشف عن الجهه الليبيه المتورطه لعدم احراج طرف سياسي نافذ وتجنب كشف ارتباطه باوساط ارهابيه؟ لقد اثبت العمل الاستقصائي استنادا على معلومات موثقه ودقيقه أن وزارة الداخلية تعمدت مرة أخرى إخفاء الحقيقة بعدم الكشف عن الجهة الليبية الضالعة في تدريب وتسليح العناصر التونسية لعلمها المسبق بأن هذه الجهة ما هي إلا الجماعة الإسلامية المقاتلة الليبية جميل. وأميرها عبد الحكيم الحاج عبد الحكيم بالحاج بالحاج أن عبد الحكيم بالحاج المكنى بأب أبو عبد الله الصادق أمير الجماعة الإسلامية المقاتلة الليبية من المجاهدين العرب وشارك في حرب العراق ضمن فصائل أبو مصعب الزرقاوي مشبوه فيه باغتيال عضو المجلس الانتقالي الليبي عبد الفتاح يونس مرتبط بدولة خليجية يتلقى منها الدعم المادي والعتاد العسكري تحوم حوله اتهامات جدية بالوقوف وراء شبكات تسفير شباب المنطقة للمشاركة في الحرب السورية بالتنسيق مع قيادات نهضوية من أبرزها سيد فرجاني. أن عبد الحكيم بالحاج يرتبط بعلاقة قديمة ووتيدة بسيف الله بن حسين أبو عياض ترجع زمن مشاركتهما جنبا إلى جنب في الحرب الأفغانية وانتمائهم الزوز إلى تنظيم القاعدة. شارك كضيف في المؤتمر التاسع لحركة النهضة 22 جويلية 2012 أين ألقى كلمة أمام قيادة الحركة
في مقدمتهم راشد الغنوشي وعلي العرايب محرزي العبيدي عطيف المكي سمية الغنوشي، بشر من خلالها قيادة الحركة في الخطاب بأن النتائج الأولية للانتخابات بليبيا في صالح من سيكون في خدمة المشروع النهضوي لتونس. خادما للمشروع النهضوي.